السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باباتي طلاب المرحلة الرابعة، الآن نكمل وياكم الجزء الثاني من المحاضرة الأولى أو الفصل الأول بالسمستر الثاني، اللي هو الفصل اللي يخص الديزاين by using root locus. ديزاين إيش؟ ديزاين الكومبنسيتر. تعرفنا على الانترودكشن، تعرفنا على ديزاين مال اللاج كومبنسيتر وش يعالج، والان احنا نشرح الليد كومبنسيتر. بما انه احنا عرفنا انه اللاج كومبنسيتر يعالج مشاكل الستيدي ستيت ريجن بالريسبونس، الان اللاج كومبنسيتر الليد كومبنسيتر مبدئيا حيعالج الترانزينت response. لذلك نقول احنا عندما نريد نحسن منطقة الترانزينت ريسبونس، فمن الضروري انه نسوي ريشيب للروت لوكس باضافة الليد كومبنسيتر. الليد كومبنسيتر الى ترانسفير فانكشن معرفة بالجي سي سبسكريبت سي اوف اس اي اوف مضروبة في النيوم بول وزيرو. ايضا الزيرو هو S plus 1 over capital T، والبول هو S plus 1 over alpha T. الاي هو الجين، والفرق عندنا عن اللاج كومبنسيتر انه هالمرة الالفا هي اقل من واحد، هنا كانت الالفا اكبر من واحد. بما انه الالفا اقل من واحد، اذا الان قيمة الـ 1 over alpha t أصبحت أقل من قيمة الـ 1 أكبر من الـ 1 over t. إذن إحنا إيش دنضيف؟ دنضيف 0 قريب وبول بعيد. إذن إحنا الآن دنضيف كأنه للسيستم بيور ديريفيتيف حتى نحل مشكلة الترانزينت. إحنا مشكلة الترانزينت شنو هو؟ احتماله انه يكون الماكسيمم اوفرشوت عالي، احتمال يكون السيستم بطيء والكاستمر يريد من عندنا نحسن الريسبونس مالته، هذه المشاكل، او الديلي تايم كبير وهذا السيستم حيل بطيء. اذا احنا ما بين انه نحسن الماكسيمم اوفرشوت ونحسن الرايزنج تايم ونحسن الديلي تايم. الان راح نتعرف على خطوات اللي نقدر نصمم بيها الليد كومبنسيتر. قبل بالمحاضرة السابقة تعرفنا على خطوات تصميم اللاج كومبنسيتر، انه نرسم الروت لوكس ونوجد الدومينانت بول ونحقق الريكويرمنت مال حساب الالفا والاي والتي. التي طبعا نفرضها فرضية كانت، وبعدين راح نوجد شنو هو الترانسفير فانكشن مال اللاج كومبنسيتر ونحقق شرط الفيز بي، وراح نشوف اذا هو اقل من 5 اذا صار عندنا سيوتبل لاج كومبنسيتر. الان الليد كومبنسيتر لا، ما نحتاج نرسم الروت لوكس، نحتاج نحسب الدوميننت بول حساب، ثم نقوم بالامر التالي. ورا ما حسبنا الدوميننت بول، الدوميننت بول ممكن نحسبه من خلال قيم الزيتا والأوميجا N اللي ممكن تعطى بالسؤال، أو احنا نستنتجها، أو إذا ماكو ممكن نرسم الروت لوكس ونوجده بنفس الطريقة اللي وجدنا بيها باللاج كومبنسيتر. بعد ما يصير عندنا الدومينانت بول، هذا الدومينانت بول هو يمثل نقطة اسمها P. بعد ما نحدد نقطة الـ P بالـ الريال إماجينري أكسس، نرسم خط مستقيم ما بين الأوريجين ونقطة البي، يعني كالتالي: إذا عدنا هذه البي نحددها، نرسم نقطة من الأوريجين من الزيرو زيرو إلى البي، هذا الخط. بعد ما نرسم هذا الخط، نرسم خط آخر مستقيم من البي إلى الأي، الأي أبروش تو إنفينيتي، لكن هذا شبيه المستقيم، هو بارالل للريال أكسس. إذن الآن أصبح عندنا خطين مستقيمة، الأول من الأوريجين إلى البي،
والثاني من البي إلى الأي. إذا الآن نشوف أنه أكو زاوية بين اللاين هذا من الـ O إلى الـ B وبين الـ B إلى الـ A اللي هي هذه اللي هي الأنجل O P A. حددنا هذه الـ O P A، هذه من إن نحددها ممكن أن نصفها. الآن بعد أنه حددناها لهذه النقطة، الآن نحسب لزاوية اسمها الكونتريبيوشن أنجل. هذه الكونتريبيوشن أنجل تنحسب حساب من خلال معطيات السؤال. شنو هي معطيات السؤال اللي نقدر نحسب بيها الكونتريبيوشن أنجل؟ أنا مو حسبت الدومينانت بول. الدومينانت بول هذه أعتبرها مثل سابقا عندنا الكونجيجيت بول بالروت لوكس، من شنا نحسب لها الانجل اوف ديبارتشر والانجل اوف ارايف بالزيرو كونجيجيت. الان نحسب الانجل بالنسبه لهذه النقطه، من حتخرج لنا الكونتريبيوشن انجل اللي هي الفاي، حنرجع ننصف هذه الزاويه اللي هي الاو بي اي، حنرجع ننصفها ونرسم خط مستقيم بزاوية النصف يتقاطع ويا الريال أكسس بالنقطة B. الزاوية اللي حسبناها الكونتريبيوشن أنجل حنقسمها على اثنين، ننصفها نصف يكون على يمين ال PB والنصف الآخر على يساره ال PB. نجي نرسم خط مستقيم بين النقطة B على يمين وعلى يسار الخط المستقيم PB بالزاوية phi over 2. هذه الphi over 2 من حنرسم عندنا نقطة وعندنا زاوية نقدر نرسم خط مستقيم. الخط المستقيم اللي حنرسمه على يمين ال PB نقطة تقاطعة ويا الريال، نقطة تقاطعة ويا الريال هو يمثل الزيرو، يمثل الـ 1 over T. أما الخط اللي يكون على يسار الـ PB نقطة تقاطعة ويا الريال أكسس هي النقطة C واللي هي تمثل البول، لأن احنا اتفقنا أنه نخلي زيرو قريب من الأوريجين وبول بعيد، لأن احنا نريد نضيفه كأنه بيور ديريفاتيف. فمن الرسم نوجد الزيرو ونوجد البول، وبذلك وجدنا الترانسفير فانكشن مالت اللاج كومبنسيتر، باستثناء ايش؟ باستثناء قيمة الاي كابيتال اللي هي تمثل الجين. نشيك الجين من خلال معادلة الجين بالزاوية، صارت عندنا نقطة بها زيرو وبول بها نيومينيتر ودينومينيتر، نخليها بنقطة بمعادلة الجين راح نوجد من عندها قيمة الأي، وبذلك وجدنا قيمة البارامترز الخاصة بالليد كومبنسيتر. الآن شنو الطريقة اللي نتأكد من عندها أنه هذا التصميم مالتنا صحيح؟ ما عندنا غير طريقة واحدة، انه نرجع نرسم الروت لوكس بإضافة الليد كومبنسيتر الى الدالة الأصلية للسيستم. اذا كان اكو تحسن بالروت لوكس، صار بي شيفتنج الى اليسار، خلصنا من الانستابيليتي، تحسنت الابتعاد عن الريال الايماجينري اكسس، اذا السيستم مالتنا الديزاين مالت السيستم مالتنا هو صحيح. بهذه الشرح البسيط هو يمثل تصميم الليد كومبنسيتر. اذا ردنا نحل مثال بسيط عن اللاج كومبنسيتر، ممكن
نحل هذا المثال اللي أمامكم.